وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. مسرح الإذاعة الوطنية يقدم لاش الجشع، لاش الطمع، لاش اللهطة، احمد مولاك وارضى باللي ربي اعطى. لا تتهور، لا تزور، لا ترمي نفسك في ورطة. الوثيقة. الوثيقة مسلسل إذاعي كتبه محمد رشدي. إعداد حسن مكيات. إنتاج الإذاعة المغربية. إخراج أنور الجندي. الحلقة التاسعة. ألو، شكون؟ أنا صاحب الوثيقة. هنا وثيقة؟ وثيقة الأرض اللي مبني فوقها المعمل، واللي هي باسم الهاشمي الفانيدي، الموجود حاليا بالدار البيضاء. يا وشنو كتقصد بهذا الكلام؟ بعدا شكون انت؟ شكون؟ شكون هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أرى نسمع، شكون انت؟ ماشي ضروري تعرفيني شكون أنا، اللي كيخصك تعرفيه هو علاش كنتوفر أنا الآن. أشنو بغيتي في هاد النصاصات ديال الليل؟ المال ولا نفضح؟ شنو؟ ألو ألو، علاش قطعتي عليهم أخالي؟ تا ما عارف والو. كيبدا التهديد أولا، ثم من بعد 3 أيام نفس الهضرة، والنهار الرابع كتطلب القدر اللي بغيتي. إيوا، مرحبا بكم قناه محبين المسلسلات. شحال ما بغي وبز منه غادي يعطي، لان باك عارف اش عامل في حياته. ايوا ويلاف، لمن غادي تسلم الوثيقه؟ لعمك الهاشمي اللي غادي يعرف ما يدير بها. وفين هو عمي الهاشمي؟ عارفوا فين دابا؟ فين مدينه؟ فين حماميه حي؟ الظروف غادي توصلنا حتى لعندو اول اختي. الى عولتي على الظروف لقيتيه بكري. شرب 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 كاسك. تعطلت على المرأة دابا يطير ليها وتخليني زفري، وحنا يلا تزوجنا. المرأة خصك تولفها الصهير ديالك، طارك خدام ماشي كتخيط الزناقي ولا كترقع البلوة. جمع راسك، توليتي لصق فهديك المرأة بحال كولا. المرأة 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 أخي الله يهديك. والله قلت لها راني كونجي، كيخصني نبقى كونجي؟ مش كاين شي سبوع إضافية في الكونجي؟ عمرك ما تقول كونجي، انت ديما خدام. قلت اختي ديما خدام. ويلي اوه، كاين شي موظف كيخدم ديما بالليل؟ مالين تليفون، الفرامليه، اطباء، العساسه، اصحاب الاذاعه. عطا الله ما تقول، وانت شاد ديما في كونجي كونجي. انت كتخدم بالليل ماشي شغلها. طلقها سيدي وهنينا، ما نحن على هذا الزحام كاع. اخالي ها واحد تكتم كل شي نبغيك تتكلم فيه، حتى السعاد خليها عليك في الثقة. خليني محترمك أخالي. هنا جات سير خطب ليه، وإلا زاغ طلق ليه. أسيدي معلي ما يتسال، راك دي قوردي مع راسك. فاش دي قوردي مع راسي؟ فاش صلي في الحب والغرام. أش غادي نقول لك أخالي؟ سعاد راه مراتي، وبيناتنا راني كنبغيها. واش عباد الله نتزوجها اليوم ونطلقها غدا؟ فين غادي تمشي المسكينه الصغبيه؟ وهذاك خالها، داك مسخوط الوالدين، داك الجيلالي فرعون، الماكله عنده محسوبه، اللي كلا عنده ضغمه ما يعاود ياكل الاخرى. لا 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 ولد اختي، الحب اللي عماك ماشي خالها. الله يحسن عوانك يا مسكين. ايوا اشرب 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 ولد اختي اشرب. خالي وخالي، راه بالفعل انا كنحب. شوف سعاد، بيناتنا مستعد نقتل من اجلها. كل من بغى يعاكسني او يوقف في طريقي نقتلو نقتلو نقتلو. قتل الدبان والناموس. صافي، هذا اللي قتل العساس ودخل المعمل وخدا اللي خدا، هو اللي كان كيتكلم البارح في الليل، ومية في المية هذا غادي يكون كيعرف علينا الشده والفاده، وماشي بعيد يكون من الوسط العائلي او عنده قرابه مع عائلتنا المحترمه. ايوا شكون يكون هذا اللي عنده قرابه معنا؟ ما عندنا عائله من غير خويا جلال او اختي فاتحه اللي كتجي مره في العام. شوف القراب ليك انت، اما خويا او اختي ما كينوضوش الدجاجه على بيضها. يا اللي عنده الهاشمي الفانيدي راه عنده كل شيء،
هذا اسم ما كيعرفو حد من غيرنا انا وانتي. انا حرت ما بقيتش عارف ما نقدم ولا ما نوخر. بالنهار المشاكل وبالليل المشاكل يا العيادو بالله. ايوا هذا ما يكون غير هاد الهاشمي عاود حيا من جديد ومسلط علينا. الله يكمل ما بقى على خير. شوف كيخصك تنوض تعلم البوليس، الا بقيتي ناعس راه غادي يدي عليك الماء، ما تلقى ما تحبس. عاودي الله يهديك، هادي غير هضره خاويه. فاين هو بعدا هاد الهاشمي؟ فاين؟ هادي اكثر من 25 سنه او 30 ما شفتو. حي ولا ميت ولا فين مدينه؟ واش في الشرق ولا في الغرب؟ وزيدون كون كان يعمل شي حاجه كون عملها من زمان. شوفي شكون ابو سعوده. واخا لالا شكون يكون عاوتاني؟ اشكون هذا؟ مفتش الشرطه عزيزي. قل له يتفضل. تفضل سيدي. صباح الخير عليكم. صباح الخير. ايوا كاين شي خبر جديد سعادة المفتش؟ ما عاودش اتصل بكم؟ لا سيدي، من هذيك المره اللي خبرتكم بها ما عاود تكلم معنا شي واحد. والصوت ما وحاش لكم شي حاجه؟ مثلا شي حد قريب او شي جار او صديق او شي واحد كتشكو فيه؟ مع الخلعه ما عرفت الصوت، ولكن الصوت مولاه ما يتعداش 40 عام، صوت شاب. هذا اللي يمكن نقول لك سيدي المفتش. ايوا وانا سمعت الصوت سامعو، ولكن فين الله اعلم. كنتي تكلمتي ليا سي نور الدين على واحد خوك ما يكون الصوت ديالو؟ ايوا سيدي، هادي 30 عام ما شفتو، ويستحيل يبقى عنده نفس النبرات ونفس الصوت. السنين هادي راه تقدر تغير كل شيء. فعلا قادره تغير كل شيء، ولكن يقدر يكون ولادو او نسابو خوت مراته مثلا باش يبعد عليه الشبهات. ايوا اش غنقول لك سعادة المفتش، نهار تفارقنا هو كان عزري، مشى فين او لين الله اعلم، ما نقدرش نقول لك واش مجوج الان او لا. المهم الى اتصل اي واحد بك سجل الصوت ديالو واتصل بيا حينا. لالا مع السلامه. مع السلامه سيدي. هاد الولد اللي ولا ساكن في الرباط راه ما بقاش عاجبني هاد الشيء ديالو. عاد فقتي. اي والله يجيبك على خير مسكين، كلامي شحال هادي ما كنتوش كتسمعوه، كتسمعوا غير اللي بغيتو. ماشي كنسمعوا غير اللي بغينا. الولد وصل لواحد المستوى كيخصو فيه واحد النوع من الحريه. كيخصو التقراص وحنيان الراس والبساله والزياغه هكذا كتبك. يغبر يومين ومن بعد ثلاث ايام شهر شهرين حتى ما باقي تعاود تشوفو. اللهم احفظنا، لهلا تعطينا في تركتنا ما يخلعنا يا رحمن يا رحيم. ايوا احنا غادي نبداو فيه بالسلامه والعافيه. انا كنخاف غير من رفقاء السوء لانهم هما سبب المشاكل، والدنيا ما بقاتش فيها الثقه. شحال هادي كنا نوقفوا عند حدو، ساعه اللي يسمع ليا كلامي ما كاينش في هاد الدار. السلام عليكم. وعليكم السلام. فين هاد الغيبه ولدي؟ راك على ابواب التخرج وقت الامتحانات هما. لا لا لا، من هاد الناحيه غير كونوا هانيه الواليد. ايوا من الناحيه الاخرى. اين الناحيه الوالده؟ لطيفه اللي وليتي ساكن عندها في الدار، عارف راسك اش كدير. ما تخافيش الوالده، ولدك راه حاضر راسو من جميع النواحي. الله يرضي عليك ولدي، عارف اش كتعمل في هاد الدنيا. عندك تمشي تغلط راهم يحسدوك على اقل شي حاجه في حياتك، وانت بداركم وعندك فين تنعسوا لله يرحمك، ووسائل النقل متوفره في اي وقت، كيمكن لك تركب وتجي لداركم. اللهم إلا رجعت داركم ماشي قد المقام. حاشا حاشا الواليد، اش هاد الكلام كتقول؟ انا راه اعز حاجه عندي هي دارنا وانتوما. انا هنا تربيت وهنا كبرت وفي احضانكم نشات، يستحي نبدلكم او يجي شي واحد في محلكم. اويلي يا شطراليه، ما بقيت نعرف لا نجاوب ولا نرد بحال العيالات. الهاشمي. نعم. نوض بخرني. تبارك الله على سيادة المفتش، صارتنا البركة نامس. شوية ديما كنقول لك عيط لي باسمي الشخصي فقط. اسمح لي اسمح لي، والله ما رديت البال. تبارك الله على السي مراد، راه كنسى. قول لي هذا اللي جالس ديك الطبله راه هو جلال اللي حكيتي لي عليه ذاك النهار؟ اييه هو هذا بنفسه.
عرفت يا سيادة المفتش، راه ما نقول لك هاد الايامات راه ولا ساكن هنا وخدام غير على حريق الفلوس. هاك بالك. يلا سير 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 قبل الكليان، انا غادي نشوف صاحبنا. السلام عليكم. اش اخبار سي نور الدين اللي كتشوفو؟ ياك انت هو نسيبو. وشنو المعرفه اللي عندك بنور الدين وانت دغيا دخلتي فيا بحال الطوبيس؟ شنو كدير بعدا انت؟ بيع وشري. فاش بيع وشري؟ سمسار في كل شيء، كندير كل شيء، كاين شي ما نقديو. من عندك قول لي يمكن لك تخدم لي واحد السيد عساس بالليل هاد نسيب وراك بحلاوتك. واش غادي نقول لك اخويا، الخدمه بالليل صعيبه، الشفاره كثروا. احنا سيدي شغلنا نخدموه ونربحوا الفلوس، ومريضنا ما عنده باس. ما كاين مصح من بوشعيب وجابوه حبلو وبونت. زعما ما تكونش هذيك عيشي لعبه هذيك دارها نسيبك باش يستافد. باش غادي يستافد الا مات العساس؟ ياكم سوري المعمل يقتل الحارس ومن بعد يشعل العافيه ويربح فلوس لاسورانس. اها. وبالاخص هاد الايام كيقولوا عنده مشاكل كثيره مع الخدامه، النقابه وولدو وسير وسير. هو دابا راه شعلات فيه العافيه في جميع الجوايه. بحالاش الوثائق المهمه؟ مرحبا بكم اشنو محبين مسلسلات اذاعيه. غادي يسقي المعمل على ما سمع. بصح هاد الهضره في القريب العاجل شفتك فرحان ليه باش المعمل يتسدى؟ انا بغيت يتسدى لي بيبان الرزق، ماشي غير المعمل. ما كيعتق ما كيرحم، مسخوط الاخر على الشيطان. راه راجل اختك هذا ما اختي ما خوها. انا ما خو حد بالحق غير بلاتي عليه. دابا نفرجك فيه.